يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، والبداية في القاهرة العظمى فيها 22، الصغرى 13، الإسكندرية 21، 12، مطروح 21، 11، بورسعيد 22، 15، والإسماعيلية 23، 13، السويس 23، 13، العريش 23، 12، طابة 21، 13، شرم الشيخ 24، 16، والغردقة 24، 16. أما في الأقصر فالعظمى 24، الصغرى 11، أسوان 25، 12، الوادي الجديد 23، 11، شلاتين 26، 18، وأخيرا حلايب 25، 19. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.